أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للسادس والعشرين من سبتمبر نبدأها أمامكم على اليورو دولار كما ترون هنا. كما مبين لكم على الشاشة، كان لدينا هنالك مستوى دعم قوي عند 1.1150، أخذنا مرة أخرى لمستويات 1.1230، ومن هنا أنا بنظر أننا سوف نستمر إلى مستويات 1.125. نحن الآن في صدد تشكيل مثلث، هذا المثلث إذا تم اختراقه بالتالي سوف يعطينا مرة أخرى الصعود هذا إلى مستويات 1.1350 على أقل تقدير. من هنالك يجب مراقبة اتجاهاته مرة أخرى، لكن التداول هو في داخل إطار المثلث ما لم يتم اختراقه. الباوند الدولار كما ترون هنا كذلك كان لدينا شمعة هبوط قوية نوعا ما التي أغلقت اليومين السابقين، كانت مدعومة من الأسفل عند مستويات 1.28. أنا بنظري أنه من هذا المستوى غالبا سوف نستمر في التداول إلى الأعلى مرة أخرى 1.35 في داخل هذا الإطار. تداول موفقا وشكرا لكم.